مين عنده مشكلة الغيرة أكتر؟ أنا ممكن يكون عندي غيرة، بس غيرة حقانية بتكون. هو بغار للغيرة، بغار. هو غيور. جرب نار الغيرة. هو غيور فعلا. غيور ها؟ إيه غيور. أول ما تجوزني كنت عارفة أنا شرقي زيادة، كنت كتير وأفتخر بشرقيتي يعني، بسلموا الفنانين على بعض أو بيبوسوا بعض. يعني لما كان حد يبوسك كنت أتضايق. اول ما عرفت انا معلش. طب ما انت برضه لما كنت بتسلم على حد انا برضه ببوس. انا بقول يعني مش معقول الاسم. كل ست جورجينا، مدام جورجينا، جزء من اصولها اوروبي، ده عمل فروق ما بينكم وما بين بعض في الطباع ولا لا؟ عمل توازن. بالعكس انا اتعلمت منه كتير اشياء ولقيتها إيه؟ حلوه قوي. ايه اتعلمت ايه منها؟ اتعلمت كتير اشياء ما فيني اقعد اذكرهم كتير بحياتي. وهي قالت لي كلمه انا حبيتها ما بنساها، قالت لي انت حببتني باهلي قد ما انت بتحب اهلك وامك واخواتك. وانت اتعلمت ايه من وليد؟ مظلومة يا ناس. تعلمت الصبر. الله عليك، حلو قوي. عرفتي؟ ده احلى شيء بالدنيا. ما كان عندي صبر ابدا ابدا. لما الصبر كنت هلا تعلمت صبر منه. هو انسان صبور وده اكتسبتيه منه او ده عجبك فيه؟ صحيح. عظيم. طب ايه بقى اكتر اغنيه بتحبيها له عشان يغنيها لنا دلوقتي؟ في الغنيه اللي حبيته من ورا هالغنيه على المسرح، وهون بلشت علاقتنا. حلو كتير، حلو كتير. هقول لك كوبليه عشانها. يلا اعطيني. بلاش تبوسني بلاش تبوسي في عيني. عبد الوهاب. الاستاذ عبد الوهاب. غيرت ال اوكي. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسه في العين تفرق. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسه في العين تفرق. يمكن في يوم ترجع عليا والقلب حلو يتبقى. خلي الوداع من غير روبك علشان يكون عندي أمل. خلي الوداع من غير روبك علشان يكون عندي أمل. وبلاش تبوسني في عينيا، بلاش تبوسني في عينيا، البوسة في العين تفرق. يمكن في يوم ترجع عليا والبوسة في العين تفرق. بلاش تبوسني في عينيا، البوسة في العين تفرق. يمكن في يوم ترجع عليا والبوسة في العين تفرق. خلي الوداع من غير روبك علشان يكون عندي أمل. خلي الوداع من غير روبك علشان يكون عندي أمل. وبلاش تبوسني في عينيا. دي الأغنية اللي جابت رجلها. شفتي شو حلوة هالغنية؟ مش معقول. حلوة. وهو وأنا حبيته على المسرح أصلاً. لو ما عنده هالبريزانس، عن هالوجود على المسرح القوي هيدا، ما كنت حبيته. الحمد لله. أكيد. وقت اللي غنى هالغنية قلت لا، شو هالغنية الحلوة هيدي؟ وأنا ما كنت بسمع كتير عربي. قلت لك بسمع بس أم كلثوم، بس هالغنية فظيعة. بس هو برضه وليد توفيق مش بس مطرب مالي مركزه وصوته حلو، هو كمان وسيم قوي يا مدام جورجينا. شو لك؟ طبعا. لا تكون مش واخده بالها ولا حاجه، اصل هي ملكه جمال الكون، حقها ما تاخدش بالها. هلا ما عم بقول لك، هلا وقت اللي هو بيكون كان على المسرح، حبيته على المسرح. شو حبيت فيه؟ شكله وصوته. شو طبعا، وبعدين صوته، وبعدين تهذيبه. يبقى انا هوقف لك البيت على المسرح على طول. انا مش هقول الا على المسرح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.